السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله غنوريكم فيه طريقة عمل غرزة العمود. نصوبوا السنيسلة ديالنا، كنديرو 3 ديال السليسلات باش نطلعو السطر. وحدة، جوج، ثلاثة، وكنهزو الخيط. وحدة، جوج، ثلاثة، وكنديرو في الرابعة. نخرجو نجرو الخيط، كيوليو عندنا ثلاثة. وحدة، جوج، ثلاثة، كنهزو خيط وكنخرجو غير من هاد الجوجات، وكنخليو هادي. نهزو خيط تاني ونخرجو من الجوجات اللي بقيو. نعاودو نفس العملية، ندخلو هنايا، ولو عندنا ثلاثة ديال خيوطة، نخرجو من جوج عيون ونخليو وحدة. نخرجو تاني من جوج، حتى كتبقى عندنا وحدة. شفتو معايا؟ دورو السطر التاني، دورو هادي، ونخدمو ثلاثة ديال السليسلات. وحدة، جوج، ثلاثة، نهزو الخيط، نديرو هنا. كل عين نخدمو فوق منها. هذه آخر عين،
باش ندورو السطر التالت، كندورو هادي، نديرو ثلاثة سلسلات ونكملو تاني، نبقاو غاديين وكندورو نطلعو ثلاثة سلسلات ونديرو غرزة العمود حتى كنكملو. هذا هو الشكل النهائي.